يا حلوكم وانتم مجتمعين، الله يردهم بالسلام. بس ابا علي كله كانوا ياخذونك مني. الحين انا مجابلتك 24 ساعه، ايش عندك بعد؟ ودي اسولف معاك، اسالك عن اسئله وايد. صدقني يما ساعات لما سبق تسولف احس تعرفك اكثر مني، حتى تعرف رايك بمواضيع انا ما اعرف عنك ولا شيء. لان انت كلها طايره، تيين من المدرسه تقطين كتبك وتسوين الواجب عند شاديه، بعدين تنزلين تقعدين بالمكان المحظور. انزين يما بسالك، انت تأيدين الشخص ده يتزوج واحد مو من جنسيته؟ اشطر على بالك هالسؤال. لا يعني قلت مريتي بهالتجربه. انت تعرفوني عدل، انا ما تفرق معي شنو جنسيته او منو هو او ايش عنده، حتى انا التمي اخلاقه ان يكون انسان واعي مثقف محب خلوق من دينك، هذا اللي يهمني، غير كذي ما عندي مشكله. هاي بصراحة أنا ما أقدر أطلع كل يوم، حطيت المفتاح. كيفك هاد الصورة؟ أهلين، هلا ماما، كيفك؟ كيف الماما والبابا؟ والله البابا مسافر. وي حتى حنا من سافرت سبق وإحنا خالي علينا البيت. إيه ذكرتيني خالته. سبق اتصلت عليكم وما حدا رد، وأعطت الرقم للماما لتتصلي عليها. حبيبتي بنيتي أنا ناسية الموبايل، تصدق؟ مشكور ماما غسان، مشكور. مو منيحة، وينك ما تدري عني؟ انت مشغولة وانا مشغول. مو عذر. جاية لورا. انا الحمد لله بخير، ما لقوا لي غرفة، بروحي حطوني مع طالبة كويتية. والله يما ما ودي اسكر التليفون، بس ما بيصير عليك مكالمات غاليه، بس صدقيني انا راح اشوف صرفه بهالموضوع ان شاء الله. يلا مع السلامه. هي على حبيبي، مش عايز تنزل تتفسح النهارده شويه؟ انت عارف بقى انا حاسس ان انت من يوم ما جيت مصر ما شفتش غير الجامعه وبس. اللي تشوفه يابا. مالك يا علي حبيبي؟ شكلك كده مش عاجبني. ما اعرفش في ايه اللي مضايقك. اتكلم معايا يا علي، قول لي ايه اللي مضايقك. انا ابوك يا حبيبي. ماكش شيء مضايقني يابا. بس تدري انت المكان جديد علي، على ما تعود على المكان والدراسه يعني. بس هذه المسألة ما تقلقش يا علي، تعرف أنا عارف إنك بعد ما تخلص الجامعة إن شاء الله وتتخرج هتقول أنا حبيت مصر دي قوي ومش عايز أسيبها أبدا، وهتبقى عايز تشتغل هنا. مهما حبيت المكان يبقى ما راح أحب أكثر من أمي، وأنا إن شاء الله الله سهل علي وخلصت راح أرجع لها ركض. يعني تسيب أبوك يا علي؟ عايز تسيب أبوك اللي بيحبك؟ لا يبا محشوم، وهذا قصدي كلش. الباب يبا خلنا نروح اشوفه. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
صباح الخير. صباح النور. استاذ علي يحيى؟ اي نعم. اتفضل. حضرتك جالك طرد من الكويت. شكرا. ممكن بس حضرتك توقعني هنا؟ طبعا. شكرا. عفوا. غريبة. اكيد ماما بعت لك حاجة من الكويت يا علي. اكيد يبا. عندك يبا انا داش الدار. تفضل يا حبيبي. سامحني على أسلوبي لأني ما أعرف أكتب وأقول لك اللي بقلبي. من يوم ما سافرت وأنا ماني عارفة شو أسوي. كيفك علي؟ يا أنت ترجع يا أنا هيك. من عرفتك وأنا متغيرة والكل ملاحظ هالشي. يمكن أنت ما غيرتني لكن حسيت أني تغيرت علشانك، علشان أعجبك، عشان تحبني مثل ما أحبك. من عرفتك وأنا كل يوم أصير أحلى بعيون الناس، ما أدري متأثر بعيونك حلوة. أنت الوحيد اللي بيهتم وعطي وقتي وحياتي وكل شيء. ودي بس تتخرج وترجع لي بغمضة عين لأني ماني قادرة أعيش حياتي بدونك. علي أحبك. بسم الله. تي منو؟ أنا أسفة خرعتك بس ترى ما قالوا لي أنام هني. لا عادي حصل خير. شو اسمك؟ سبا. أنا نزهة. ما شاء الله اسمك حلو وغريب. حتى انت اسمك حلو وغريب. اسمي ابوي هو اللي اختاره. ومن اللي جابك هني؟ هناء المشرفه هي اللي استقبلتني بالمطار ويابتني هني. نايس. شفتي الجامعه وتعرفتي على اقسامها؟ لا والله تعبانه 20 ساعة بالطياره، حتى لو بروح اشوف ما راح اقدر. على العموم اذا احتجتي اي شيء انا موجوده لك. نزهه ممكن سؤال؟ اي حبيبتي تفضلي. ليش تستاذنين؟ في احد غيرنا هني من الكويت؟ اي في وايد. صدق؟ وناسة. لا تستانسين وايد، مو كلهم تقدرين ترابجينهم هني. يعني في منهم الزين وفي منهم الشين وفي منهم اللي ما يحتكون وايد. يعني فتحي عينك قبل قلبك عدل. هذا المفروض يعني يكون العكس بهالوضع، لازم يصيرون على قلب واحد وربع. حبيبتي توك جديدة للحين ما تعرفين، باكر مع الأيام تذكرين كلامي. إنزين أنا بقوم أطلع برا عشان تاخذي راحتك. لا 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 خلج خلج. وايد وايد مشكورة. العفو بس على شنو؟ مو تقولين تغيرتك؟ اي تغيرت بس انا ماني عارفة على شنو قاعد تشكرني. قاعد تشكر منك على الاغراض اللي جبتهم لي. وايد مشكورة. ما بيننا يعني انا ادري ان انت ما عندك وقت اصلا. نجود لا تحرجيني اكثر من شيء. احرجك على شنو؟ احنا في فرق بيننا؟ لا ماكو فرق. بس أنا مو يمك، هالشي هذا يكلفك وايد. أنا راضية. شو أخبارك بعد؟
ماكو، قاعد احط مكياج ببدل وبطلع اروح حق واحده من رفيجاتي من زمان مو شايفتها. وين تروحين؟ الله وناسه. وين؟ مستانسه انك قاعد تسالني وين. بس انت ما رديت علي، وين بتروحين؟ ماكو، بروح كافي شوب اشرب قهوه وارد. اروح؟ ايه روحي. وارد مبكر؟ انتي مو تقولين تغيرتي. تغيرت وايد. خلاص صحيح، ما داعي الواحد يحط باله عليك ووصيك، تصرفي بطبيعتك انت. ولا رديتي بالسلامه دزت لي مسج. يعني عادي عندك اروح وارد؟ من جد. انا بيش اهتمين بنفسك لان انا مو يمك. انا عندي اشياء هذا اهم من انك تطيعيني. وبعدين بقول لك شيء، ترى انا ما احب افرض رايي على احد ولا اتدخل. احب انك انت تتصرفين بنفسك عشاني احلى. علي انت ما تدري شنو عشانك مستعده اسوي. خلاص عين، بس ابي تدرين بالك على نفسك. ما ادري ايش اقول لك. ولا انا ادري ايش اقول لك بعد. ايك ولا تيني؟